هذه الفترة موسم البرتقال والأفندي والكليمانتين، يعني فينا نقول الفاكهة اللي بتنتمي لعائلة الحمضيات. ومعقول يجي موسم فواكه وما أجيكم كيف نحضر منه المربى الخاص فيه؟ كرمال هيك تعالوا نحضر سوا اليوم أطيب مربى برتقال بطريقة سهلة وباستخدام حبة الفواكه كاملة. رح نبتدي وناخد حبات البرتقال أو الليمون مثل ما مسميه عنا باللبناني، بنقص طرافهم من فوق ومن تحت وبنرجع بنزيح الحبة وبكل بساطة بنقشرها بإيدنا. ويستحسن نلبس جلوفز حتى ما تبقى ريحة البرتقال على إيدينا لمدة 3-4 أيام. بنفتح حبة البرتقال وبنشيل العلب الأبيض الموجود بالنص ونرجع منقطعها لقطع صغيرة، وحتى خلي المربى يطلع طعمته أطيب ونعمل ميكس بالنكهات وبالطعمات. رح كمان نضيف كمية من اليوسفي أو من الأفندي، منقشرهم ونرجع منفرفطهم حبة حبة. وإذا حسيتوا إنه فيه كمية كبيرة من البزر وصعب إنكم تشيلوها، بكل بساطة شيلوا شقفة من الراس ورجعوا مثل ما هي مع قشرتها عصروها، بينزل العصير بالصحن وبيضل البزر بإيديكم وبتشيلوهم. ومثل ما قلت لكم بأول فيديو رح نستخدم الفواكه كاملة، فكرمال هيك قشر الليمون ما كبيته رح نقطعه لشرايح رفيعة ونخليه منقوع بقلب المي، وبعد شوي بنشوف شو رح نعمل فيه. على البرتقال والأفندي رح نضيف حبة ليمون أو حامض، بنغسلها كتير منيح وبنشيل الأطراف وبنرجع منقطعها على 4-5 شقف، وإذا كان فيها بذر ننتبه ونشيلهم وبنرجع منحطها فوق الفواكه. وهيك بنكون صرنا جاهزين حتى نبلش بتحضير وبطبخ المربى. رح نبلش أول شي بالقشر اللي كنا نعينه بالمي، بنشيل الميات عنهم وبنرجع بنحطهم بقلب طنجرة وبنضيف عليهم كمية من المي وبناخدهم على الغاز على نار قوية وبنسلقهم لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة ماكسيموم. بهذا الوقت بطنجرة تانية كبيرة ونظيفة رح نضيف الفواكه اللي حضرناها وعليهم رح نرجع نحط السكر. ونسيت خبركم انه لكل كيلو فواكه بدنا تقريبا نص كيلو سكر، انا عم بستعمل 2 كيلو 2 كيلو وشوي فحطيت لهم كيلو سكر بس. وهذا قشر البرتقال من بعد ما مرق 20 دقيقة رح نطفي الغاز ونكب المي اللي سلقناه فيها ونرجع نبرده ونغسله بمي باردة. وهالخطوة اللي عملناها انه سلقنا القشر هي بس حتى نشيل كل المرار الموجود بقلب قشرة البرتقال ويضل في عنا بس طعمة البرتقال ويعزز طعمة المربى بلا ما يعطينا طعم مرة. رح نضيف هالقشر فوق الفواكه والسكر اللي موجودين بالطنجرة، بنرجع نضيف عليهم تقريبا كوبين من المي وبناخذهم على الغاز. بنبلش اول شيء على نار قوية حتى يبلش يغلي المربى، ومن بعدها بنخليه على نار متوسطة. ومثل العادة كل الرغوة اللي بتطلع زيادة على الوج بنشيلها وبنقشها وبنتخلص منها. مربى البرتقال رح يضله عم يغلي على الغاز لمدة ساعة أو ساعة وربع حتى نحس إنه الفواكه استوت طبعا، والأهم من هيك إنه القطر تعقد. مش رح نرجع نضيف لا حامض أو ليمون ولا ستريك أسيد لأن إحنا أوريدي حطينا حبة حامض كاملة قبل ما نبلش نطبخ. وهي المربى صار جاهز عنا، حتى أعمل له تاتش كتير طيبة أرجع أضيف عليه شوي من مي الزهر وشوي من مي الورد. عبيت مرطبين صغير مربى مثل ما هو مع الشقف، والكمية الباقية واللي هي أكتر رجعت طحنتها بالهاند بلندر حتى صارت ناعمة جدا لسبب واحد ما في غيره، إنه بدي أحضر لكم بكرة كيك البرتقال وبدي شيء من جوا بالمربى، فاكيد بيطلع اضبط اذا كان المربى ناعم وما فيه شقف. بس انتو بالبيت عندكم الخيار يا تخلوه بشقف يا اخر شيء ترجعوا تطحنوه مثل ما عملنا. طبعا بتخزنوا بقلب مرطبين من السنه للسنه ما بصير له ولا شيء. وبس هيك بيكون مربى البرتقال صار جاهز عنا. جربوه واعطوني رايكم فيه، وصحتين وعافيه عليكم جميعا.